السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحصة ديال اليوم اللي هي الحصة الثالثة غادي نطرقوا للحل ديال التمرين الثالث من نفس الموحد الجهوي اللي هو الموحد الجهوي جهة الضرب ضد الصد دورة يونيو 2017. إذا التمرين الثالث هو تمرين يتعلق بالدرس ديال الدوال الخطية والتآلفية. أعطونا في السؤال الأول نعتبر الدالة التآلفية التي تحقق F لي ناقص 3 يساوي 5، أو يمكن لي نقراها قراءة أخرى، صورة العدد ناقص 3 بالدالة F هو العدد 5، وصورة العدد 5 بالدالة F هو العدد 1. إذا هادو عندي جوج ديال المعطيات. المطلوب مني في سؤال ألف هو نبين أن التعبير ديال الدالة F هو f لي x يساوي ناقص 1 على 2 x زائد 7 على 2. مزيان. اذا طلحت ان هذه الداله مكتوبه على شكل f لي x يساوي a مضروب في x زائد b. الداله اللي تتكتب على هذا الشكل f لي x يساوي a مضروب في x زائد b، هذه داله تآلفيه، c'est une fonction affine، داله تآلفيه. اما الداله الخطيه راه عرفتو تتكتب على شكل f لي x يساوي ax، صافي هاد b هذا ما كاينش او قيمته تساوي زر. اذا غادي نكتب، هو الاول التعبير العام ديال هاد الداله f. اذا غادي نكتب بعد ما وضعنا التعبير العام ديال الداله f اللي هو f لي x يساوي ax زائد b، هذا هو التعبير العام. المطلوب منا هنا هو اش؟ هو اننا نلقاو القيمه ديال a تتساوي ناقص 1 على 2، ونلقاو كذلك القيمه ديال b تتساوي 7 على 2. اذا غادي نبداو بالقيمه ديال a اللي هو المعامل ديال الداله. الى لاحظتوا يمكن لينا هاد f لي x نحيدوها ونديرو في بلاصتها y الى بغيتو، اش بغيو يولي عندنا y يساوي ax زائد b، وهذه راه تتشبه لاش لمعادلة مستقيم. اذا في الاصل هادشي اللي كتبت هنا راهو معادلة ديال مستقيم، والمعادلة ديال المستقيم تيكون فيها اش هنا الى باقيين عاقلين؟ المايل والارتوب عند الاصل، غير هو هنا في الداله هذا ما تنسميهش مايل، تنسميه معامل ديال الداله. واخا هاد المايل هذا كيفاش كنت نجبدو في المعادله ديال المستقيم؟ كي كنت ندير ليه كنت نكتب. اذا هذه هي العلاقه اللي كنت نجبد بها المايل ديال المستقيم الى باقيين عاقلين، y1 ناقص y2 على x1 ناقص x2، او لا y a ناقص y b على x a ناقص x b، مع a و b هما جوج النقط اللي اش تنتميو للمستقيم. مزيان. هنا ملي تنخدم على الدوال راه تتبقى نفس الخدمه، غير هو رد معايا البال، هاد y1 ما باقيش غنكتبو y1، غنكتبو f لي x1، وكذلك هاد y2 ما غاديش نخليه هكا، غادي نكتبو f لي x2. اذا هنا يمكن لينا اش نشدو x1 و x2 جوج الاعداد كيف ما كانوا، غير ما يكونوش متساويين، علاش؟ حيت الا كانوا متساويين بيكون هذا الفرق اللي تحت يساوي صفر، وما يمكنش نقسم على صفر. اذا لاحظ معايا، بغيت صوره ديال واحد العدد نقص منها صوره ديال عدد اخر، اذا خصني نكون تنعرف الصور ديال جوج الاعداد بالداله f. في المعطيات اش عطاوني؟ عطاوني الصورة ديال ناقص 3 بالدالة F هو العدد 5، وعطاوني الصورة ديال العدد 5 بالدالة F هو العدد 1. إذا نقدر نشد اش؟ x1 هو 5، و x2 هو ناقص 3، إذا F لي x1 هي F لي 5، و F لي x2 هي F لي ناقص 3. إذا هذه الكتابة هذه غادي نحيد فيها اش؟ x1، وغادي ندير بلاصتو 5. لاحظ معايا ها هو x1 تيتعاود لتحت، اذا حتى هو خصو يتحيد ويتعوض ب 5، ونعاود نحيد x2 ونعوضو باش قلنا بناقص 3. ورد معايا البال، راه كاين x2 لتحت حتى هو خصو يتحيد ويتعوض بناقص 3، هنا جوج اشارات متابعين، داكشي علاش غادي ندير الاقواس. اذا المعامل ديال هذه الدالة التآلفية هو f لي 5 ناقص f لي ناقص 3 على 5 ناقص ناقص 3. إذا دابا غادي نعوض اش f لي 5 بقيمتها و f لي ناقص 3 بقيمتها باش نحسب المعامل ونشوف واش فعلا هاد a واش غادي يساوي ليا ناقص 1 على 2. إذا غادي نكتب
إذا هي باش تفهموا اش كتبت هنا، هانتوما لاحظوا معايا العدد اف لي 5، اف لي 5 او صورة 5 بالدالة اف، صورة 5 بالدالة اف هو واحد. ها هو فين كتبته، فين عوضته مزيان، ناقص اش حدا من بعد اف لي ناقص 3، اف لي ناقص 3 او صورة العدد ناقص 3 بالدالة اف، ها هو كيساوي 5، ها هو فين عوضته مزيان. لتحت اش درت؟ 5 هي حطيتها هنا، لاحظ معايا ناقص ناقص 3 مقابل ناقص 3، هو اش؟ هو زائد 3. ولا الا بغيتي الناقص الى دخلت على الاقواس ستغير الاشارات الحدود المتواجده داخل الاقواس، اذا ناقص ناقص 3 اللي لتحت راها تتساوي زائد 3. اذا ندوزو نشوف واش كاين مازال ما يتبسط. اذا العدد ا اللي هو المعامل ديال الداله غادي يكون تيساوي عندي الفوق 1 ناقص 5، 1 ناقص 5 هي ناقص 4، ها هي لتحت 5 زائد 3، 5 زائد 3 راها 8 مزيان. اذا غادي نشوف دابا هذا الكسر هذا واش قابل للاختزال ولا لا، غادي يبان لي قابل للاختزال. علاش؟ لان شوف انا تنقلب على المعامل ا، بغيتو يكون تساوي اش؟ ناقص 1 على 2. اه ما لقيتوش دابا تساوي ناقص 1 على 2، ولكن خصو يكون تساوي ناقص 1 على 2. اذا تيبان لي اش هذا الكسر ناقص 4 على 8 راه خصو يكون تساوي الكسر ناقص 1 على 2. اش غادي ندير؟ غادي نكتب. اذا تلاحظوا ان ناقص 1 مضروبه في 4 فعلا راه هي ناقص 4، و2 مضروبه في 4 راه فعلا هي 8. علاش كتبت بهذه الطريقه هذه هذا الكسر هذا؟ باش يكون عندي الحق نختزل ب 4 من الفوق ومن التحت. علاش؟ حيت عندي نفس العدد كيتعاود الفوق والتحت، وعندي الضرب الفوق والتحت. اش بيبقى لي في البسط واش بيبقى لي في المقام؟ في البسط بيبقى لنا ناقص 1، وفي المقام بيبقى لنا جوج. اذا ها حنا لقينا القيمه ديال المعامل ديال الداله اف، هاد الا اللي تساوي عندنا ناقص 1 على 2. اذا دابا اش غادي ندير؟ غادي نحيد هاد الا من هنا وغادي نعوضو بقيمته اللي هي ناقص 1 على 2، وغادي نشوفو كيفاش بيولي التعبير ديال الداله اف. اذا التعبير ديال الداله اف كيفاش ولا؟ هاد الا ها هو راه لقيت له قيمته ناقص 1 على 2، اذا غادي نحيدو وغادي نعوضو ناقص 1 على 2، ها هي تشوفوها في اكس زائد بي. اذا الخدمه ديالتنا من بعد اللي خصنا نديرو هي نلقاو القيمه ديال هذا العدد بي هذا اللي عندنا هنا. باش نلقاو هذه القيمه ديال بي خصنا نلقاوها في الاخر تساوي شحال؟ 7 على 2 مزيان. باش نلقاو القيمه ديال هذا بي هذا غادي نستعمل اش؟ اما صوره ناقص 3 هي 5، او غادي نستعمل الصوره ديال 5 هي 1، اللي عجبني فيهم. اذا غادي نكتب اش؟ بما ان اف لي 5 يساوي 1، اذا بعد ما كتبت اف لي 5 يساوي 1 غادي نكتب هنا فان. دابا ردوا معايا البال مزيان، رد معايا البال مزيان. هذا التعبير اللي وصلت ليه فيه كاين اكس مزيان. هنا شوف معايا اش مكتوب اف لي اكس، هنا شوف مكتوب اف لي 5 او الصوره ديال 5 بداله اف. اذا اش درت هنا؟ حيدت اكس ودرت في بلاصتو 5. اذا هاد السطر هذا، هاد السطر هذا مالو؟ وقت ما لقيت فيه اكس غنحيدو ونعوضو ب5 صافي. اذا هاد السطر هذا كيفاش غادي يولي؟ اذا شوف معايا دروك اف لي 5 تساوي ناقص 1 على 2 مضروبه في 5 زائد بي مزيان. اذا استغلينا هاد التعبير وحسبنا به الصوره ديال 5 بالداله اف. انا اش كتبت في هذا السطر؟ وبما ان اف لي 5 يساوي 1، هذا معطى عطوه لينا هما، قالوا لينا اف لي 5 يساوي 1. اذا شوف معايا اش غادي ندير. هاد اف لي 5 غادي نحيدها. علاش؟ حيت تنعرف قيمتها شحال تتساوي. اف لي 5 كامله او الصوره ديال 5 بالداله اف تتساوي 1. اذا غادي نحيد هاد اف لي 5 وغادي نكتب بلاصتها اش؟ 1. اذا لاحظ دابا اش ولات عندي معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. فين هو المجهول؟ هو بي. اذا نمشيو نقلبوا على القيمه ديال بي. اذا واحد غادي نخليه تساوي، غادي نخليه هذا الجداء ناقص 1 على 2 في 5 هو ناقص 5 على 2 زائد العدد اللي تنقلب عليه اللي هو بي مزيان. بما ان بي عدد مجهول تنقلب عليه فخصو يكون معزول بوحدو في واحد الطرف. اذا هذا ناقص 5 على 2 ما خصهاش تبقى حداها، خصها تمشي لاش؟ للطرف الاخر. خص هذا ناقص 5 على 2 تجي لهنا للطرف الاخر. اذا كيفاش غادي تولي المعادله؟ واحد غادي
نخليه ناقص 5 على 2، ملي تمشي للجهة الأخرى غادي تغير إشارتها بتولي زائد 5 على 2 يساوي، و بي اللي عندي في الطرف الآخر غادي نخليه، علاش؟ حيت ما بدلش الطرف ديالو. مزيان، اش تيبان ليا عندي هنا؟ 1 زائد 5 على 2، هاد واحد ضروري خصني نكتبو على شكل كسر حيت خصني نجمعو مع كسر آخر. مزيان، اشنا هو 1؟ 1 هو 2 على 2، أو هو 5 على 5، 7 على 7، 12 على 12، 18 على 18، أي عدد قسمته على نفسه هو 1. علاش اخترت أنا ندير الواحد 2 على 2؟ باش يكون عندي هنا نفس المقام، باش إذا كتبت زائد 5 على 2 نقدر نجمع 2 ديال الكسور يساوي اش؟ بي. بي ديالي غادي نحافظ عليه، ها هو. مزيان، من بعد نقدر نجمع هاد الكسرين نفس المقام، إذا غادي يخليني نحافظ عليه، ها هو 2، و2 إذا زدتها 5 بتعطيني 7، هادشي تيساوي اش؟ تيساوي بي. اذا القيمه ديال بي دروكا لقيتها تتساوي 7 على 2، اذا نقدر نعاود نرجع لهذا التعبير ديال الداله اف اللي هو اف لي اكس يساوي ناقص 1 على 2 اكس زائد بي، نحيد فيه بي ونعوضه باش بقيمته اللي لقيت اللي هي 7 على 2، وبالتالي هذا التعبير غادي يولي مكتوب على شكل، اذا التعبير ديال الداله اف غادي يكون مكتوب على شكل ناقص 1 على 2 اكس، ها هو كتبته، زائد ها هو كتبته، ولكن بي حيدته وعوضته بقيمته اللي تساوي اللي هي 7 على 2، وبالتالي التعبير الاخر اللي حصلت عليه هو فعلا التعبير اللي قالوا لي خصني نلقى، قالوا لي نبين ان اف لاكس هي ناقص 1 على 2 اكس زائد 7 على 2، فعلا ذاك الشيء اللي لقيت في الاخر. نمر الآن للسؤال الثاني، هو السؤال باء اللي المطلوب منا فيه هو تحديد العدد الذي صورته هي صفر بالدالة F. مزيان، إذا الله يرحمه ويدير، راه كاين فرق ما بين حدد العدد الذي صورته صفر بالدالة F وما بين حدد صورة صفر بالدالة F. واخا غادي نذكرو بالتعبير ديال الدالة F اللي لقينا، هذا هو التعبير ديال الدالة F اللي عندنا المطلوب منا حنا هو اش؟ بين نلقاو القيمة ديال واحد العدد اللي إلا حسبنا ليه الصورة ديالتو بالدالة F نلقاو الصورة تتساوي صفر. مزيان، إذا حنا تنقلبو على ياش؟ تنقلبو على قيمة ديال هاد العدد إكس، بحيث أش؟ بحيث هاد القيمة اللي غادي نلقاو إلا حسبنا ليها الصورة ديالتها بالدالة F غادي نلقاو كنتيجة نهائية العدد صفر، بمعنى هاد القيمة كلها في الآخر خصها تكون مساوية لعدد صفر، بمعنى بغينا نقلبو على واحد العدد بنسميه مثلا ألفا، بحيث F لي ألفا يساوي صفر، صورة ألفا بالدالة F هي صفر، كاين اللي بغا يخلي إكس، ما غاديش يدير ألفا، بغا يخلي إكس، ما كاين حتى مشكل، إذا حنا غادي نشدو ألفا هو العدد اللي تنقلبو عليه وغادي نكتبو. إلا حطينا العدد ألفا، وكي قلت لكم يمكن لكم تخليوه إكس إلا بغيتو، إلا حطينا العدد ألفا هو العدد اللي الصورة ديالته صفر بالدالة F، هذا شي يعني؟ هذا يعني أن F لي ألفا يساوي صفر، أو الصورة ديال العدد ألفا اللي تنقلبو عليه ما عرفناه شحال تساوي، الصورة ديالته بالدالة F بغيناها تكون تتساوي أش؟ تتساوي صفر. مزيان، إذا لاحظ معايا هذه راه معادلة، باش تبان لك مزيان هاد التساوي غادي نخليه، هاد الصفر غادي نخليه، ياك؟ F لي ألفا، أنا أش عندي؟ عندي F لي إكس هو أش؟ هو ناقص 1 على 2 إكس زائد 7 على 2، إلا حيدت هنا إكس وعوضته بألفا خصني حتى هنا إكس نحيدو ونعوضو بألفا، إذا أش بيكون عندي؟ F لي ألفا يساوي ناقص 1 على 2 ألفا زائد 7 على 2، وبالتالي F لي ألفا هي أش؟ هي هذه هي F لي ألفا. مزيان، المجهول عندنا هنا هو شكون هو ألفا؟ هو هذا العدد اللي تنقلبو عليه اللي حسبنا ليه الصورة ديالتو بالدالة F غادي نلقاو زر، بما أننا تنقلبو على هذا العدد فخصو يكون معزول بوحدو في واحد الطرف، إذا أول حاجة تيبان لي خصها تدار هي هاد زائد 7 على 2 خصها تمشي للطرف الآخر، حيت هو عدد معلوم خصو يتعزل في الطرف الآخر. مزيان، ناقص 1 على 2 ألفا غادي نخليها، ها هي ناقص 1 على 2 ألفا. مزيان، تساوي زائد 7 على 2 ملي مشات للطرف الآخر بتولي ناقص 7 على 2، ها هي ناقص 7
على جوج. مزيان. واش القيمة ديال الفا لقيتها؟ واش الفا معزول بوحدو؟ لا باقي. علاش؟ لأنه الفا عندي هنا مالو مضروب، هنا راه كاين الضرب رد البال. الفا مضروب فاش؟ في ناقص واحد على جوج. إذا إلا بغيت نحيد ديك ناقص واحد على جوج غادي نضرب فاش؟ في المقلوب ديالها. شنو هو المقلوب ديال ناقص واحد على جوج؟ هو ناقص جوج. إذا غادي نضرب ناقص جوج في هذا الطرف، وحفاظا على التساوي غادي ندير نفس التغيير في الطرف الآخر. إذا حتى هنا غادي نضرب فاش؟ في العدد ناقص جوج. مزيان. إذا لاحظوا معايا شويطرا، أول حاجة هاد جوج بغيت نمشي مع هاد جوج، ياك؟ الناقص في الناقص راه زائد، أش بيبقى؟ واحد في ألفا. أشنا هو واحد مضروب في ألفا؟ هو ألفا. مزيان. يساوي الجهة الأخرى أش بيوقع؟ غادي يمشي تاني أش؟ نقدر نقول بيمشي ناقص جوج مع ناقص جوج، لأن هاد الناقص نقدر نديرو لقدام تكسر ولا الفوق ولا لتحت. إذا إلا درتو لتحت بغيت تكون عندي ناقص جوج، غنختزلها مع ناقص جوج، أش بيبقى ليا؟ بيبقى ليا في الأخر العدد سبعة، وبالتالي أش؟ العدد اللي إلا شديتو وحسبت ليه الصورة ديالتو بالدالة إف غادي نلقى زيرو، هو العدد سبعة. هذا اللي تيدل على أن اف لي 7 يساوي 0، او صورة 7 بالدالة اف هي 0. اذا العدد اللي تنقلبوا عليه هو العدد 7. نمر للسؤال الموالي اللي هو سؤال جيم، اللي مطلوب منا فيه هو تحديد زوج احداثيتين نقطة تقاطع التمثيل المبياني للدالة اف مع محور الاراتيب. واخا باش نفهموا مزيان كيفاش نتعاملوا مع هذا السؤال. الدالة F ها هو التعبير ديالها، مكتوبة على شكل H، F لـ X يساوي AX زائد B. إذا هي دالة H تآلفية، دالة تآلفية شفنا في الدرس تمثيلها المبياني عبارة عن مستقيم. هادشي راه كنا قلنا في السؤال الأول، نقدروا نحيدوا هاد F لـ X ونديروا في بلاصتها Y، واش بيولي عندي Y يساوي ناقص واحد على جوج X زائد سبعة على جوج. هذه راه معادلة مستقيم مختصرة كاع. مزيان. إذا هذه راه دالة تآلفية تمثيلها المبياني عبارة عن مستقيم مالو لا يمر من أصل المعلم. افترضنا مثلا هو هذا، ماشي هو 100%، ولكن غير باش نفهمو مزيان. إذا رسمت هذا المستقيم بالكحل ما دايش من أصل المعلم، صافي، ماشي هو 100% التمثيل المبياني ديال F، افترضتو مثلا هو التمثيل المبياني. مزيان. أش بغيت؟ بغيت نعرف هذا التمثيل المبياني اللي هو هذا المستقيم اللي بالكحل، وأش ومحور الأراتيب. فينا هو محور الأراتيب؟ هو هذا المحور، هذا العمودي، هذا المحور هذا اللي بالأحمر، مالو؟ فين تيتلاقاو؟ بل هنا تيتلاقاو في هذه النقطة، ها هي. ولكن هذه النقطة مثلا إذا سميتها نقطة أ، نفترضو سميتها نقطة أ، خصني أش نحدد ليها زوج الإحداثيات، الأصول ديالها شحال، أو الأرتب ديالها شحال. مزيان. غادي ندير واحد القضيه. اول حاجه غادي نحيد هاد ايكغيك هذا، لان كي قلت لك نقدر ندير ايكغيك ولا ندير اش. اف لي اكس، اف لي اكس معناها الصور ديال اكس بالداله اف. باش تفهموا مزيان هاد القضيه الصور، شوف معايا مثلا محور الافاصيل شديت فيه واحد العدد هنا سميته مثلا الفا، واحد العدد شديته هنا الفا، بغيت نحسب ليه الصوره ديالته بالداله اف مبيانيا. اشنو هو نحسب ليه الصوره ديالته بالداله اف؟ غادي نمشي بهذه الطريقة هذه موازاة مع محور الأراتيب. منين نقيس التمثيل المبياني ديال الدالة خصني نمشي هذه المرة اش موازاة مع محور الأفاصيل بهذه الطريقة هذه، صافي. منين نطيح هنا هذه النقطة غادي نسميها مثلا بيتا. إذا هنا اش نقول؟ صورة العدد ألفا بالدالة اف هو العدد بيتا. يمكن لي نكتب كاع اش، يمكن لي نكتب اف لي ألفا يساوي بيتا. مزيان. أنا اش بغيت؟ بغيت نحدد زوج احداثيتي هذه النقطه. اذا هنا رانا بغيت نشوف اشنا هي الصوره ديال صفر. حنشوف معايا مزيان، هنا عندي صفر بغيت نقلب ليه على ياش؟ على الصوره ديالته باش بالداله اف. اذا راه بغيت نحسب انا اش هنا اف لي صفر بالداله اف، وبغيت نشوف شحال بيعطيني في الاخر. اذا الخدمه اللي خصني ندير هنا هي اش؟ نقلب على صوره صفر بالداله اف. اذا غادي نكتب هنا اش اف لي صفر، لاحظ معايا حيت اكس وعوضو بصفر. اذا في هذه الجهه وقت ما لقيت اكس غنحيدو نعوضو بصفر، ناقص واحد على جوج، هنا كاين الضرب غادي نديرو في صفر زائد سبعه على جوج. مزيان. اش تلاحظ؟ تلاحظ على هذا التعبير هذا ولا هذا الجداء هذا تساوي زيرو، اي عدد ضربناه في زيرو هو زيرو. اذا شنو بيبقى ليا؟ بيبقى ليا اف لي صفر تساوي اش؟ سبعه
على جوج، وبالتالي اش الصورة ديال صفر بالدالة اف هي 7 على جوج. التمثيل المبياني راه ما صحيحش، علاش؟ حيت 7 على جوج ما يمكنش تكون هنا، هنا راه كاين الاعداد السالبة خاصها تكون الفوق، ولكن حنا قلنا غير تقريبا اذا كان هذا التمثيل المبياني كيفاش بغينا نخدموا عليه. المهم الصورة ديال صفر هي 7 على جوج، هذا اش تعني؟ تعني ان الدالة اف تدوز من نقطة ذات زوج الاحداثيات اش صفر 7 على جوج. حيت الا مشينا لهذا المثال ديال الفا وبيتا، اذا كانت الصورة ديال الفا بالدالة اف هي بيتا، هذا اش يعني؟ ان الدالة اف مالها تدوز من هذه النقطة ذات زوج الاحداثيات اش الفا بيتا، اذا حتى هذه دالة تدوز من نقطة نسميها مثلا ا ذات زوج الاحداثيات صفر 7 على جوج. اذا اللي خصو يتكتب هو وبالتالي التمثيل المبياني للدالة اف واش يتقاطع مع محور الأراتيب في النقطة ذات زوج الأحداثيات 0 7 على 2. نمر للسؤال الثاني اللي مطلوب لنا فيه، هو أعطونا بعد الدالة جي معرفة بهذه الطريقة، جي لإكس يساوي ناقص 4 إكس. هذه الدالة تلاحظ عليها أنها مكتوبة على شكل جي إكس يساوي أ إكس، إذا ما كانش زائد بي، إذا هذه دالة مالها؟ دالة خطية، صافي؟ سي أون فونكسيون لينيير، مزيان. سؤال ألف، أش قالوا لنا؟ تحقق أن النقطة أ ذات زوج إحداثيات ناقص 1.4 هي نقطة تقاطع التمثيلي المبيانيين للدالة إف والدالة جي. داكشي علاش كملاحظة الله يرحم الوالدين في السؤال اللي فات كنا شدينا نقطة تقاطع التمثيل المبياني ديال الدالة إف ومحور الأراتيب سميناها أ، غادي نبدلوها، نمشيو للسؤال اللي فات ونبدلو أ ونديروه بي، علاش؟ حيت إلا خلينا أ في السؤال اللي فات وهنا خلينا أ بيولي عندنا جوج نقاط سميتهم نفس السمية ولكن عندهم جوج ديال الأزواج الإحداثيات مختلفين. إذا رجعوا للسؤال اللي فات ونبدلو أ بأي حرف آخر بغيتو، مزيان. التمثيل المبياني ديال الدالة إف درت ليه هكا بالكحل، ماشي ضروري يكون هو هذا 100%، رسمته أنا بهذه الطريقة. المهم ماديش من أصل المعلم، حيت الدالة التألفية هي عبارة عن مستقيم لا يمر من أصل المعلم. ها هو الدالة جي بما أنها خطية إذا تمثيلها المبياني حتى هو مستقيم ولكن يمر من أصل المعلم، داكشي علاش التمثيل المبياني ديالها درت ليه بهذه الطريقة هكا ودرتو بالأحمر، مزيان، دايز من أصل المعلم. اش بغيت؟ بغيت نلقى زوج احداثيتي النقطه اللي تتلاقاو فيها التمثيلين المبيانيين. فين هي بعد هذه النقطه؟ هذه النقطه اللي تنقلب عليها هي هذه، هي هذه النقطه، هذه مزيان، هذه النقطه هذه اللي هنا سموها لينا النقطه ا. هذه النقطه ا مالها؟ خصني نشوف واش الافصول ديالها الى كان ناقص واحد واش الارتوب ديالها غادي يكون هو 4. باش نسهلوا عليكم الخدمه شوفوا معايا، اذا شديت واحد العدد مثلا شديته هنا، واحد العدد هنا سميته ثاني الفا، ردوا معايا البال مزيان، هذاك العدد سميته الفا، الا بغيت الصوره ديالته بالداله اف، الداله اف للتمثيل المبياني ديالها هو هذا اللي بالكحل، خصني نمشي بهذه الطريقه ونجيب هذه الطريقه، وهنا غادي نلقى بيتا مثلا، بيتا هو الصورة ديال الفا بالدالة اف. نفس الطريقة غنديرها بالنسبة للدالة جي، إلا بغيت الصورة ديال الفا بالدالة جي خصني نمشي نقيس اش، خصني نقيس التمثيل المبياني ديال الدالة جي ونمشي نقيس محور الأراتيب. إذا هذه النقطة مالها؟ هي مثلا نسميها مثلا أوميغا، هذه النقطة هذه ولا هذا العدد أوميغا هو الصورة ديال العدد الفا باش بالدالة جي، مزيان. أنا بلاصة الفا غادي نخدم على ناقص واحد، نفترض انه كاين هنا مثلا ناقص واحد، ونشوف واش الصورة ديال ناقص واحد بالدالة اف مالها واش تتساوي 4، والصورة ديال ناقص واحد بالدالة جي واش حتى هي تتساوي 4. حيت الا كانت الصورة ديال ناقص واحد بالدالة اف تتساوي 4 والصورة ديال نفس العدد ناقص واحد بالدالة جي حتى هي تتساوي 4، هذا اش تعني؟ تعني ان اف لي ناقص واحد، الصورة ديال ناقص واحد بالدالة اف تتساوي جي لي ناقص واحد، جي
لي ناقص واحد، الصورة ديال ناقص واحد بالدالة جي. إذا إذا كانت الصورة ديال ناقص واحد بالدالة اف تتساوي الصورة ديال ناقص واحد بالدالة جي تيساويو بجوج هم اش أربعة، فهذا تعني أن النقطة ذات زوج إحداثيات ناقص واحد أربعة هي نقطة تقاطع تمثيلي المبيانين ديال دالتين اف وجي. واخا دابا باش خصني نكتب أنا في الورقة ديالتي، أول حاجة غنمشي نحسب صورة ناقص واحد بالدالة اف، نعزلها بوحدها. أنا التعبير ديال الدالة اف عندي، عندي اف لإكس. أنا اش قلت؟ بغيت نحسب الصورة ديال ناقص واحد بالدالة اف، إذا هذا الإكس هذا بغيت تحيد، بغيت تعوض بناقص واحد. ها هو الثاني كاين هنا، خصنا نعوضو بناقص واحد، لكن خصنا نرد البال، هنا راه كاين الضرب. مزيان. إذا نمشيو نحسبوا الصورة ديال ناقص واحد بالدالة اف. صورة ناقص واحد بالدالة اف هي، غادي نسبق هذا الضرب هو الأول، سالب سالب موجب، واحد على جوج في واحد غتبقى واحد على جوج، إذا ناقص واحد على جوج ناقص واحد هي واحد على جوج زائد سبعة على جوج. واخا واحد على جوج نزيدها على سبعة على جوج، عندي نفس المقام غادي نحافظ عليه اللي هو جوج، ونجمع واحد وسبعة وتعطيني ثمانية. ثمانية على جوج هي أربعة. مزيان. إذا هاني لقيت اف لي ناقص واحد هو أربعة، اف لي ناقص واحد هو أربعة. دابا خصني نشوف واش جي لي ناقص واحد واش حتى هي تتساوي أربعة. انا عندي الداله جي التعبير ديالها هو اش، ولكن انا بغيت الصوره ديال ناقص واحد بالداله جي، داكشي علاش غادي نحيد اكس تاني هنا ونعوضو باش بناقص واحد، وغادي نحيدو حتى هنا ونعوضو بناقص واحد، رد البال هنا راه كاين الضرب. اذا غادي نحسب الصوره ديال ناقص واحد بالداله جي شحال بتعطي. ناقص 4 في ناقص واحد سالب سالب موجب، و4 في واحد 4. اذا اش لقيت؟ صوره ناقص واحد بالداله جي هي نيت 4، ومنه إذا إذا كانت الصورة ديال ناقص واحد بالدالة اف اللي بالكحل هي 4، والصورة ديال نفس العدد ناقص واحد بالدالة جي هي نفس العدد 4، هذا اش يعني؟ يعني أن التمثيلين بيبيانيا تتقاطعوا في هذه النقطة. إذا غادي نكتب في الآخر النقطة أ ذات زوج إحداثيات ناقص واحد 4 بالفعل هي نقطة تقاطع تمثيلين المبيانيين للدالتين اف وجي. نمر الآن لآخر سؤال عندنا في هذا التمرين اللي طلبوا منا فيه الإنشاء في نفس المعلم التمثيلين المبيانيين ديال الدالتين F و G. مزيان. الدالة F قلنا عليها دالة H تآلفية، سي اون فونكسيون أفين، دالة تآلفية. مزيان. الدالة التآلفية هي عبارة قلنا على مستقيم لا يمر من أصل المعلم، إذا مستقيم خصني نرسمه. المستقيم كنا شفنا في معادلة المستقيم باش نرسموه غادي خصنا جوج النقاط تنتميو ليه، في الدوال تيخصنا الصور ديال جوج النقاط نكونو تنعرفوهم بديك الدالة اللي بغينا نرسمو. حنا عندنا في المعطيات اش كانوا قالوا لينا؟ هادو جوج المعلومات غادي يعاونونا باش نرسمو التمثيل المبيني ديال الدالة اف. المعلومة الأولى اف لي ناقص 3 يساوي 5، هذا يعني أن التمثيل المبياني للدالة F يمر من النقطة ذات زوج الإحداثيات ناقص 3 5. إذا ناقص 3 خصني نشدو في محور الأفاصل، ها هو محور الأفاصل، تدريجة واحد هي هذه المسافة، هذه واحد. إذا التدريجة اللي الأفصول ديالها ناقص 3 فين هي؟ عندي هنا في الجهة الأخرى ناقص 1 ناقص 2، إذا هنا فين عندي ناقص 3. مزيان. في الأفصول غادي نمشي دابا للارتوب، حيت صوره ناقص 3 خاصها تحت في محور الاراتيب. هنا راه درت ايكغيك، نقدر ندير في بلاصتو اف لي اكس. مزيان. اذا هاد الخمسه خصني نشدها في محور الاراتيب، ها 0 ها 1 2 3 4 5. اذا هنا فين عندنا تدريجه 5، وبالتالي التمثيل المبياني للداله اف يمر من نقطه ذات زوج احداثيات ناقص 3 5، فين هي؟ هي هاد النقطه، هذه هاد النقطة اللي عندنا هنا اللي فيها العلامة. هاد النقطة بوحدها ما كافياش، خصني نقطة أخرى، لأن قلنا التمثيل المبياني ديال الدالة F هو عبارة على مستقيم. بما أن F لي 5 يساوي 1، فهذا يعني كذلك أن التمثيل المبياني للدالة F يمر من نقطة ذات زوج إحداثيات 5 1. 5 في الأفاصيل و1 في الأراتيب. 5 فينا هي 1 2 3 4 5، عندنا هنا هذه هي 5 في الافاصيل. في الاراتيب خصني نشد واحد، اصلا انا عندي واحد في الاراتيب، ها هو. اذا فين هي النقطه ذات زوج احداثيات 5 1؟ هي النقطه اللي عندي فيها العلامه هنا.
إذا دابا باش نمثل 30 ميبياني ديال الدالة اف، يكفي أنني نصيب ما بين هاد جوج النقاط هادي وهادي، و 30 ميبياني غادي يكون على هاد الشكل. إذا هذا اللي درنا بالأحمر هو المستقيم اللي تيمثل 30 ميبياني للدالة اف. إذا قالوا لنا مثلا اللي يكون دي 30 ميبياني للدالة اف، غادي نجي هنا في الآخر وندير لهاد المستقيم سميتو هي الدي. ما سماه ليناش، غادي نسميه مثلا سي لي اف، سي لي اف او لا كورب دو لا فونكسيون اف او منحنى الداله اف. مزيان، دابا ندوزو الداله جي. الداله جي هي داله خطيه، علاش؟ لان شفنا ان التعبير ديال الداله جي هو جي اكس يساوي ناقص 4 اكس، مكتوب على شكل جي اكس يساوي ا اكس، اذا هي داله خطيه. بما انها داله خطيه، هنا عندنا واحد المعلومه مزيانه، اشنا هي؟ تمر من اصل المعلم. اذا الداله دايزه من هنا من اصل المعلم، ولكن غادي تخصني نقطه اخرى. مزيان، انا اش تنعرف؟ تنعرف ان الداله جي مكتوبه على شكل جي لاكس يساوي ناقص 4 اكس. مزيان، نقدر نحيد اكس وندير في بلاصتو واحد العدد، مثلا ندير جي لي واحد بلاصت ولا جي لي ناقص واحد، كاع هذا غادي يسهل عليا الخدمه. جي لي ناقص واحد ويسهل عليا الخدمه، حيت اكس ودرت ناقص واحد، اذا ضرب معايا البال ناقص 4 غادي نخليها. الضرب هنا اللي كاين بين اكس وبين ناقص 4 نخليه، هنا اكس اش درت ليه؟ عوضته بناقص واحد، اذا حتى هنا اكس نحيدو نعوضو بناقص واحد، وبالتالي جي لي ناقص واحد شحال تساوي؟ ناقص 4 في ناقص واحد هي 4. اذا اش التمثيل المبياني بالداله جي يمر من نقطه ذات زوج احداثيات ناقص واحد 4. ناقص واحد في محور الافاصيل، ها هو كاين عندنا هنا ناقص واحد، و 4 في محور الاراتيب، ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها 4، عندنا هنا فين كاينه 4. اذا فين هي النقطه ذات زوج احداثيات ناقص واحد 4؟ ناقص واحد 4 هي هاد النقطة هادي. إلا لاحظتوا هذيك النقطة راه تيدوز منها كذلك التمثيل المبياني ديال الدالة اف، وهاد الشيء راه كنا شفناه في سؤال كان فات. كنا شفنا اش؟ النقطة ذات زوج إحداثيات ناقص واحد 4 هي نقطة تقاطع التمثيلين المبيانيين، وها حنا تنتأكدوا منها دروك. إذا ها حنا تنشوفوا التمثيل المبياني ديال الدالة اف تيدوز من هاد النقطة، والتمثيل المبياني ديال الدالة جي كذلك تيدوز من هاد النقطة، ومنين آخر؟ ومن هاد النقطة. إذا غادي يكون الرسم ديال التمثيل المبياني ديال الدالة جي على هاد الشكل. إذا التمثيل المبياني ديال الدالة جي هو المستقيم اللي عندنا هنا بالأسود. هذا المستقيم إلى أعطونا ليه سمية، مثلا قالوا لنا ليكون دلتا هو التمثيل المبياني للدالة جي، كون سمينا دلتا، ما أعطونا ليه تسمية، نسميوه سي لي جي أو منحنى الدالة جي. إذا هذا هو الجواب على السؤال الأخير. وهنا يمكن ليا نشوف بزاف ديال الحوايج، مثلا بالنسبة للدالة اف تتبان ليا تدوز من هذه النقطة هذه، ياك هاد النقطة ذات زوج الإحداثيات اش الأصول ديالها هو 7 والأرتوب ديالها هو 0. إذا هاد النقطة ذات زوج الإحداثيات 7 0 أو اف لي 7 يساوي 0، وهذا الشيء راه كنا شفناه في سؤال كان فات. النقطة اللي الصورة ديالتها 0 بالدالة اف هي 7. مزيان، وكنا شفنا حاجة أخرى كي قلنا اللي هي زوج إحداثيتي تقاطع التمثيلين المبيانيين، هو النقطة ديال زوج إحداثيات ناقص واحد 4. إذا بهذه الطريقة هذه غادي نكونوا رسمنا التمثيلين المبيانيين للدالة إف والدالة جي، وتنتمناو اللقاء ديالكم إن شاء الله في الحصة المقبلة من تصحيح ديال هذا الموحد، وإلى اللقاء.